السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقائي. كيف حالكم؟ Today's video إن شاء الله, we will learn how do we say in Arabic, I'm going. I'm going in Arabic, it means أنا ذاهبٌ. أنا ذاهبٌ for male, for female. أنا ذاهبةٌ. Let's see examples in Arabic language. أنا ذاهبٌ للعمل. انا ذاهب للعمل انا ذاهب للعمل I'm going to work انا ذاهب للعمل انا ذاهب انا ذاهب لازور اقاربي لازور اقاربي انا ذاهب لازور أقاربي I'm going to visit my relatives أقاربي it means relatives أقاربي my relatives أنا ذاهب لأزور أقاربي أنا ذاهب لأتناول الغداء في المطعم أنا ذاهب أنا ذاهب لأتناول الغداء لأتناول الغداء في المطعم في المطعم أنا ذاهب لأتناول الغداء في المطعم I'm going to eat lunch in the restaurant الغداء means lunch It is a meal المطعم means restaurant أنا ذاهب لأتناول الغداء في المطعم أنا ذاهب للتسوق for meal انا ذاهب للتسوق انا ذاهب للتسوق انا ذاهب للتسوق I'm going shopping انا ذاهب للتسوق التسوق means shopping for female انا ذاهبه للتسوق انا ذاهبه للتسوق أنا ذاهبة للتسوق أنا ذاهب for male أنا ذاهبة for female exercise أكمل كما في الأمثلة complete as in the examples أنا ذاهب لي or أنا ذاهبة لي thank you for watching till the next video like subscribe and share my Arabic journal with Muhammad والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء يا أصدقاء إلى اللقاء إلى أصدقاء مع السلامة مع السلامة